السلام عليكم يا جماعة. بنتكلم فيها على فورير سيريز. طيب ايه موضوع فورير سيريز؟ فورير سيريز بيقول لك ايه؟ فور اكس اوف تي بريودك سيجمال، يعني الشرط بتاعنا يكون اكس اوف تي مالها بريودك سيجنال. واحد يقول لي يعني ايه اكس اوف تي بريودك؟ يعني اكس اوف تي تكون سيجنال بريودك، يعني معناها تتكرر. يعني لو انا عندي سيجنال اكس اوف تي كده عباره عن مربع زي كده عمال يتكرر، فالمربع ده وهو بيتكرر كده السيجنال دي بنقول عليها بريودك. يبقى لما يكون بريودك يعني لما يكون فيها شكل عمال يتكرر، المربع ده بيتكرر التكرار بتاعك كل بريود تي. فالبريود بنسميها ايه؟ البريود بتاعت التكرار بنسميها تي كابيتال. كوفيشنت معاملات فورير سيريز. الـ ATP مش رقم واحد، لا مجموعة من الأرقام. الـ ATP هي A0 و A1 و A2 و A-1 و A2 و A-2 وهكذا. تمام؟ الـ A0 بنسميها الـ DC component بتاعت السيجنال. الـ A1 والـ A2 والـ A3 وهكذا، والـ A-1 والـ A-2 وهكذا، دول بنسميهم الهارمونيك او هارمونيكس كومبوننتس. طيب فورير سيريز عشان نقدر نحسب، انت عندك سيجنال اكس اوف تي وعايز تحسبها ازاي؟ قال لك الاي كي ليها قانون بنحسب فيه. الاي كي بتساوي انتجريشن واحد على البريود تي بالانتجريشن على البريود من ماينس تي على الاثنين الى تي على الاثنين. تمام؟ هي السيجنال الاصليه بتاعتك اللي هي البريودك سيجنال اللي انت عايز تحسب لها معاملات فوريير. تمام؟ بريودك سيجنال. طيب الاي ده اكسبوننشال، الكي ده هو الاندكس بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو الكي يبقى صفر زائد او ناقص واحد زائد او ناقص اثنين وهكذا. تمام؟ اللي هو اي 0 اي 1 اي ماينس 1 اي 2 اي ماينس 2. الاوميجا نوت دي الاوميجا نوت هي الباور اللي فوق، بنسميها الفاندمنتال فريكونسي. الفاندمنتال فريكوانسي. وبتحسب ازاي الفاندمنتال فريكوانسي ده؟ دايما بنحسبه بنقول 1 على 2 باي على البريود تي. البريود تي التي نوت دي البريود اللي اسمها تي نوت اللي هي بتتكرر بيها السيجنال اكس اوف تي 2 باي اوفر تي نوت، يدينا الفاندمنتال فريكوانسي. يعني كانه فورير سيريز ده بنستفيد منه ان احنا بنحول اي كي هي معاملات فورير. طيب بنقول عليها الفريكوانسي دومين، بنقول على فريكوانسي ايه؟ دومين. فريكوانسي دومين القانون ده على الفوق. فكنا هنقول الكي من ماينس انفينيتي لصفر انفينيتي، هنحط الكي بصفر. لو حطينا الكي هنا بصفر هيبقى اي تو ذا باور صفر بواحد واحد، وهنا هتبقى اي كي لما نحط الكي بصفر يبقى اي زيرو، يبقى اي زيرو في الكي هتبقى واحد زائد لو حطينا الكي بواحد هتبقى اي كي هيبقى فيها اي واحد اي تو ذا باور جي كي الكي بواحد يبقى واحد في الاوميجا نقط تي. لو حطينا الكي ماينس واحد هيبقى دي ماينس واحد في اي تو ذا باور جي ماينس واحد اوميجا نوت ماينس واحد اوميجا نوت. طب لو حطينا الاثنين هتبقى ايه؟ اثنين اي تو ذا باور جي اثنين اوميجا نوت تي. طب لو حطيناها بماينس 2 يبقى ايه؟ ماينس 2 اي تو ذا باور ماينس جي اثنين اوميجا نوت تي.
وهكذا إلى ما لا نهاية. كلهم نسميهم برمزهم بالرمز AK اللي هو Fourier Series Coefficient. طيب ازاي بنحسب ال AK عامة؟ A-1 و2 و A-2 إلى ما لا نهاية. بنستخدم حاجة اسمها Euler Identity. Euler بيقول إن الكوزين تيتا هتشكل e to the power d تيتا plus e to the power minus d تيتا over 2. الساين تيتا بنشكلها e to the power d تيتا minus e to the power minus d تيتا over 2 j. تمام؟ يبقى لو اداني اكس تي ساين وكوزاين عشان احسب اي كي بروح افكك كل الساين بفكها بالقانون بتاعها ده والكوزاين بفكها بالقانون بتاعها ده وبعد كده نشوف باقي الخطوات بنعمل ايه. طيب الحاله الثانيه في المسائل ان اكس اوف تي نوت ان فورم اوف ساين اند كوزاين، يعني اكس اوف تي مش في شكل ساين وكوزاين. طب نحلها ازاي؟ لو x of t مش شكل ساين وكوزاين we have to integrate. تمام؟ طيب هنا I have to ايه؟ to integrate. قلنا ان اكس تي لو مش في شكل ساين وكوزاين وي هاف تو انتجريت. عشان ال اي 0 بنحسبه بروحه، بنحسب ال اي 0 بروحه ان بنقول 1 على تي في الاريا اندر 1 بيريود، يعني دايما بتاخد 1 بيريود من السيجنال اللي بيديها لك وتحسب الاريا تحت ال 1 بيريود تضربها في 1 على البريود. باقي المعاملات، بتاعت فورير اللي هم الاي كي اللي هم اي 1 وماينس 1 واي 2 وماينس 2 و3 اللي هو الباقي ده كله ده بنحسبه عن بنسميه اي كي، بنحسبه بالقانون ده 1 على تي انتجريشن من ماينس تي اوفر 2 تي اوفر 2 اكس اوف تي اي تو ذا باور ماينس جي كي اوميجا نوت تي سوري يا جماعه اصلا فين. قلنا ان في الحاله دي هنقول ان اي كي باقي المعاملات 1 على البريود في انتجريشن من ماينس تي على 2 تي على 2 سيجنال اكس تي في باور ماينس جي كي اوميجا نوت تي دي دي. يبقى انا دلوقتي في كيس 1 ولا في كيس 2؟ يعني لو رجعنا في الحالات اللي قلنا عليها دي كيس 1 ودي كيس 2 هتقول لي لا كده انت في كيس 1 لان اكس تي شكلها ساين وكوزاين. طالما شكلها كوزاين وساين نستخدم اويلر. طيب تعالى نشوف المطلوب الاولاني بيقول لك هاو تو فايند اوميجا نوت الفاندمنتال فريكونسي. الأول الكوزين الأولانية الرقم
الرقم المضروب في المضروب بالرقم المضروب في تي بنسميه أوميجا، بنسميه أوميجا واحد. وهنا الرقم المضروب في تي داخل الساين بنسميه أوميجا 2. احط عمود، احط خط كده افقي بالرسم، تمام، وعلى الخط ده ابلش اول حاجه احط 8 على 3 اللي هو اول رقم اللي هو قلت في 1 8 على 3، بعد كده اضربها في 2 يديني 16 على 3، اضربها في 3 يديني 8، اضربها في 4 يديني 2 على 3 32 على 3، اضرب 8 على 3 في 5 يطلع 43، بعد كده اضربها في 6 وهكذا الى ما لا نهايه، بس مش هكتب فيه ده، انا هكرر رقم واحده بس، تمام. بعد كده احسب تي 2 لاوميجا 2، احسب لها تي 2 هتساوي 2 باي على اوميجا 2، يبقى 2 باي على اوميجا 2 باي، يبقى 2 باي على باي تل 2، احسب مضاعفات 2 2، بعد كده ال 2 اضربها في الاول في 1، بعد كده اضرب في 2 اضرب في 3 يديني 6، اضرب في 4 يديني 8، اضرب في 5 يدينا 10، خلاص. أول رقم اتكرر عندي كام؟ أول رقم أول رقم اتكرر عندي كام يا جماعة؟ ما بين الخطين دول. أو كوزين وكوزين، لما يكون عندي اثنين ساين أو اثنين كوزين نستخدم الطريقة دي نطلع الكين. بعد كده تمسك أوميجا نوت تكون باي على اثنين، تكون باي على ثمانية تكون باي على أربعة. ممتاز كده جاوبنا على المطلوب الأول. المطلوب الثاني رقم بي ديترماين ذا فوريير سيريز أوفر، احسب له معاملات فوريير. قلنا لما يدينا كوزين أو ساين نروح نفك نفكك الكوزين والساين بإيه؟ بأويلر عشان نحصل عشان نحسب الإيه. طب نفككها بأويلر هنستخدم القانونين دول. كل اللي داخل الكوزين بالنسبة لي يعتبر تيتا، وكل اللي داخل الساين بالنسبة لي يعتبر تيتا. هقول هنا انت عندك الأول هنا في 1 نيجاتيف، بعد كده عندي أقول بلس كوزين، كوزين هحط اي تو ذا باور جي تيتا زائد اي تو ذا باور ماينس جي تيتا، تيتا اللي هو كل اللي داخل الكوزين في تيتا على 2. طيب بعد كده اروح للساين اللي بعد كده في بلس 2 بعد بلس 2، تمام، ساين يبقى احط شرط الكسر، احط اي تو ذا باور جي تيتا، تيتا بكام بتحت الساين؟ اس تيتا اللي هي باي تي زائد باي على 3، بعد تيتا ماينس اي تو ذا باور ماينس جي تيتا اوفر 2 اوكي. طيب بعد كده هنقول اكس تي بتساوي اول حاجه عندي 1 ينزل 1، هختصر دول بس شويه. الزاويه الباور الالكترونيكال الباور في رقم مضروب في تي زائد رقم اكس تي اللي يكون اول حاجه اخد الجي اضربها في ماينس باي على 2 وقسم تحت على 2، مقسوم على 2 يعني معناها نص. اي تو ذا باور هاخد جي ماينس باي على 2 بي اي تو ذا باور ماينس جي باي على 2، بعد كده يعني الاي دي هفتشها الاي مضروبه في الاي الاولانيه تاخد جي ماينس باي على 2 يعني ماينس يعني ماينس جي باي على 2، الاي الثانيه تاخد جي في 3 باي على 4 تي، جي في 3 باي على 4 تي. ادي الاي الاولى وادي الاي الثانيه. بعد كده هعمل نفس الكلام في الايه الثانيه، الايه الثانيه هنا كانه قدامها واحد، فواحد هيبقى مقسوم على الاثنين اللي في المقام، يبقى عندك نص اهو، ادي النص نزل. بعد كده اي تو ذا باور ماينس جي ماينس باي على الاثنين ماينس ماينس يديني بوزيتيف، يديك اي تو ذا باور جي باي على الاثنين. بعد كده اي تو ذا باور جي في 3 باي على 4 تي يديك اي تو ذا باور ماينس جي 3 باي على 4 تي. نفس الكلام يا جماعه هنعمله في حاله اختصر الساين، اختصر الاكسبوننشال اللي تحت ده بنفس الشكل او بنفس الكيس. ازاي؟ هتقول لي يلا هتروح تاخد دلوقتي هنا عندك واحد تحت 2 جي باي
ادي واحد على اتنين جي، بس ما تنساش هنا في اتنين تروح مع الاتنين، يبقى باقي واحد على جي، ادي واحد على جي. الاي دي نفتشها لكام اي؟ تقول اي في اي، الاولانيه تاخد جي فباي على 3، والاي الثانيه تاخد جي فباي تي، اي تو ذا باور بقى على 3 تي تو ذا باور باي تي ماينس ماينس الاثنين اللي راحت مع الاثنين، يعني هنا في 1 يبقى 1 اوفر جي، ادي 1 اوفر جي. بعد كده اي تو ذا باور ماينس جي باي على 3 يبقى اي تو ذا باور ماينس جي باي على 3، وبعد كده ماينس جي باي تي في اي تو ذا باور ماينس جي باي تي. بس كده انا اختصرت. بعد كده الاي اللي فيها تي ما تبقاش معامل، يعني هنا اول حاجه الرقم اللي بروحه ده لازم يبقى عليه 0. طيب بعد كده اللي بعديها كل اللي مر الاي دي عليها تي، مالي شغل بيها، اللي مضروب فيها يبقى كوفيشن، يبقى معامل. طب المعامل ليه اندكس؟ يعني في معامل اي 2 ولا اي 3 ولا اي ماينس 5 ولا اي بالظبط على 2. هاخد الباور اللي مضروب الرقم اللي مضروب في الاي دي اهو، واقسمه على الاوميجا نوت اللي حسبناها في المطلوب الاول. الاوميجا نوت حسبناها قيمتها كانت باي على 4، يبقى هقسم ده 3 باي على 4 دي على باي على 4 يطلع نفسي ب 3. اذا قيمه المعامل ده اي 3 بنفس الطريقه، يبقى اللي بعده هيبقى اي ماينس 3. طيب الاي دي هنا فيها باي، اقسم باي على اوميجا نوت يطلع نفسي ب 4، يبقى اذا الرقم ده كله اي 4. يبقى اللي بعده هي الاي دي نفس الاي دي بس هنا في ماينس، يبقى ده هتديك كي ساوي ماينس 4. يبقى اذا الكوفيشنت ده كله هو اي ماينس 4. تمام. بعد كده هناخد المعاملات، هنروح نقول له ايه؟ خلاص يبقى احنا دلوقتي عندك ال A0 واحد، ال A0 واحد. بعد كده عندي ال A 3 بنص A to the power minus by over 2، ال A 3 بنص A to the power minus by over 2. بعد كده ال e ماينس 3 بنص e to the power u باي على 2. بعد كده اللي بعده e 4 قيمته كام؟ 1 على j e to the power u باي على 3 اهو. بعد كده e ماينس 4 قيمته كام؟ e ماينس 4 ماينس 1 على j في e to the power ماينس u باي على 3 ماينس 1. طيب بعد كده عشان نطلع الماينس والجي، انا مش مش بس والاي اس جي، يبقى الماجنتيود يبقى هنكنسل كام حاجه؟ هنكنسل ثلاث حاجات، هنكنسل الماينس والجي والاي اس جي. يعني لو جينا هنا هنا ما فيش خلاص 1 ينزل 1، الاي دي تتكنسل يبقى ايه؟ يبقى باقي نص. الاي دي تتكنسل يبقى باقي كام؟ نص. الاي دي تتكنسل والجي تتكنسل يبقى باقي كام؟ واحد. كام؟ باقي واحد. كده ده الماجنتيود. بعد كده ما المطلوب رقم سي بيقول ارسم، كل اللي هنعمله هنقول انا هنرسم عادي رسم عادي خالص. يعني بص الرسم بسيط جدا، هترسمها كانها ديسكريت يعني عواميد. اي 0 بواحد، الارقام اللي هنا معناها الارتفاع العمود، ارتفاع العمود، والماينس 3 والاربعة والماينس 4 مكان العمود او اللوكيشن بتاع العمود. يعني اي 0 يبقى العمود عند الزيرو وارتفاعه كام؟ 1. يبقى عند الزيرو وارتفاعه 1. بعد كده عند الثلاثة الارتفاع نص. يبقى عند الثلاثة الارتفاع نص. عند الماينس 3 الارتفاع نص. الماينس 3 الارتفاع نص. عند الاربعة الارتفاع 1. عند الاربعة الارتفاع 1. عند الماينس 4 الارتفاع 1. الماينس 4 الارتفاع 1. اوكي. بعد كده المطلوب الاخير ده الكلام ده احنا شرحناه خلاص من شويه في بدايه الكلاس، شرحته and where it can be applied وممكن نطبقها فين. طيب where it can be applied، احنا قلنا ان فكره فورير سيريز ان انت لو عندك تستخدمها فين؟ لو انت عندك سيجنال بيريودك وتبي تحولها من تايم دومين، من تايم دومين الى اي كي فريكوانسي دومين. ده اول تطبيق. يبقى بيقول لك وين وي كان ابلاي، يعني بنستخدمها فين؟ بنستخدمها عشان نحول من التايم دومين الى الفريكونسي دومين.
يبقى ليه input وليه ايه؟ output. فلو ال input if ال input periodic يعني لو ال input بيتكرر وي كان في الحالة دي قال لك ايه؟ لو ال input periodic ال output هيكون periodic يبقى ايه؟ will be periodic ال output هيبقى periodic. So we can use Fourier series to find the output. يبقى التاني تطبيق الفوريير سيريز ان لو انت عندك سيستم السيستم ده يكون linear time invariant LTI system linear time invariant لو الانبوت بيريودك نقدر نستخدم Fourier series عشان نحسب الاوت. ده التطبيق ده. طب انا شرحت هنا انا قلت له Fourier series analysis express infinite summation of sinusoidal يعني عبارة عن مجموعة من ان احنا مجموعة ان انا بحط اي signal اعتبرها عبارة عن مجموعة من sinusoidals. واحد يقول لي ايه الكلام ده؟ يعني ايه اي signal نقدر نعتبرها مجموعة من sinusoidals؟ الكلام ده شرحته انا في الاول خالص. فاكرين لما قلنا ايه؟ قلنا ان Fourier series لو حطينا الاي دي يا جماعة اسمها sinusoidal. فدول اسمهم ايه الايز دول؟ الايز دول اسمهم sinusoidal. السينوسويدلز مجموعة على بعض إلى ما لا نهاية. infinite summation of sinusoidal which simplify system analysis. الكلام ده بيبسط السيستم analysis اللي احنا موضوع ال LTI system اللي احنا قلنا عليه اللي ممكن نستخدمه عشان نحسب الاوتبوت. هقول Fourier series analysis represents the frequency domain. يبقى دي حاجة تانية. يعني Fourier series بنستخدمه عشان نحسب الفريكونسي دومين كومبوننت اوف ا بيريودك سيجنال او سيجنال بيريودك. طيب الفوريير سيريز تيل اس ذات اني بيريودك سيجنال اكس اوف تي كود بي ريبريزنتد اس ا سم اوف سينوسويدال سيجنالز. ده شرحناه قلنا ان ايه؟ عباره عن سم اوف يعني بيريودك سيجنال يبقى سم سينوسويدال سيجنال. يبقى اي سيجنال اكس اوف تي بيريودك نقدر نعتبرها ان هي سم مجموعه من السينوسويدال سيجنالز مجموعه على بعض. طيب وادي مفكوك القانون اللي احنا شرحناه. الاي 0 قلنا ان هي الدي سي كومبوننت والاوميجا نوت اسمها فاندمنتال فريكونسي. اما انت عندك بقى هتلاقي في مفكوك لما نفك القانون بتاعنا هذا القانون ده هتلاقي عندك حاجه حلوه ان اول سينوسويدال الفريكونس بتاعها اوميجا نوت ودي اوميجا نوت اللي بعدها 2 اوميجا نوت هتلاقي اس جي 4 اوميجا نوت اللي بعديها هتلاقي اس جي 5 اوميجا نوت. الله. طيب يبقى الاوميجا نوت اساسيه بنقول عليها فاندمنتال فريكونسي. اوميجا نوت و3 اوميجا نوت و4 اوميجا نوت و5 اوميجا نوت بنقول عليها هارمونكس. خلاص يبقى 2 اوميجا نوت 3 اوميجا نوت هكذا دول اسمها هارمونكس. وده القانون اللي احنا بنحسب منه الاي كي. طب وير وي كان ابلاي فورير سيريز ممكن نطبقها في اللينير تايم انفاريانت سيستم اناليسيس وين ذا انبوت از سينوسويدال يعني لما يكون الانبوت سينوسويدال اور مش شرط يكون سينوسويدال بيريودك. يبقى لو الانبوت بيريودك نقدر نستخدم فورير سيريز. تو اوبشن اول حاجه استخدام ان احنا نستخدمها عشان احصل الفريكونسي دومين بتاع البيريودك سيجنال. مديني سيجنال اسمها اف اوف تي عباره عن مثلثات بالشكل ده وبيقول لك المطلوب الاول فايند فوريير سيريز كوفيشنت سي 0 عايز يحسب سي 0 احنا قلنا سي كي او الاي كي عباره عن اي 0 بروح وباقي الاي كي بروحهم اللي هم اي 1 واي ماينس 1 واي 2 واي ماينس 2 بنحسبهم بروحهم. هو طالب مني احسب الاي 0 في الاول بس سي 0 عشان نحسبه بناخد 1 بيريود. بص يا جماعه تقول لي طب احدد هي بس هي سيجنال بتتكرر طب ال 1 بيريود فين؟ بص كده لما اي سيجنال بتتكرر فيها نص موجب ونص سالب دايما البيريود الكامله تاخد نصين تاخد نص سالب مع نص موجب يديك 1 بيريود. اتفقنا؟ يبقى 1 بيريود دايما تاخد نص موجب ونص سالب. طيب لو نص كموجب يبقى كده من 6 الى ماينس 2 1 بيريود.
طيب ال 1 بيريود دي العرض بتاعها كام؟ من 6 لماينس 2 يعني معناها 8، يبقى البيريود تي تساوي 8. فعشان تحسب السي 0 هتاخد بس 1 بيريود، تمام؟ تاخد بس 1 بيريود من السيجنال اف اوف تي اللي هو مديها لك، هتقول لي ناخد بس 1 بيريود. ال 1 بيريود شكلها عامل كده. تمام؟ طيب هتلاحظ هنا من ماينس 2 الى بص في 2 الى 6، ارتفاع هنا 8، ارتفاع هنا ماينس 8. طيب فيها جزء سالب وفيها جزء موجب، ان التو ارياز كد بعض، بس دي سالبه ودي موجبه، بس هما الاثنين كد بعض بالظبط، المثلث اللي فوق نفس المثلث اللي تحت. المطلوب الثاني يا جماعه بيقول لك فاين فوريا سيريز كوفيشن سي كي، طلع لي بقى السي كي، مثلا السي كي زيرو بروح وباقي السي كي بروحهم اللي هم ايه سي 1 سي ماينس 1 سي 2 سي ماينس 2 وهكذا، دول كلهم بنسميهم سي كي بروحهم. طيب لما يجينا احنا خدنا لما اتعلمنا ازاي لما يجينا سيجنال فيها ساين وكوزاين ازاي نحسب السي كي، قلنا بنفكك بويلر وخلاص. طب لما يكون رسمه زي كده ازاي نحسب؟ اقول لك بص في نوعين من الرسمات. لما اف اوف تي تبقى رسمه في منها نوعين، يا اما الرسمه تكون مربعات يبقى سيده بنشتغل دايركت، يا اما تكون مثلثات. فلو مدينا مثلثات ستيب 1 اول خطوه دو ديريفيتيف، تسوي ايه؟ تسوي ديريفيتيف للمثلثات، تشتق المثلثات. ليش؟ عشان نحولها الى مربعات. يبقى لما يديني مثلثات اول خطوه اعملها ان انا اعمل لها ديريفيتيف عشان احولها لمربعات، وبعد ما تتحول لمربعات باقي الخطوات سهله معروفه. طيب يبقى انا في الحل هتلاقيني في الاول مسكت السيجنال اللي مديها لي وسويت لها ديريفيتيف. في الاول ده المطلوب رقم ايه؟ المطلوب رقم بي. تقول لي طب ازاي سويت الديريفيتيف؟ الديريفيتيف سهله يا جماعه. خلاص طيب امشي من اليسار لليمين وبعدين امشي على لو انت طالع يديك مربع فوق، لو انت نازل يديني مربع ايه تحت، الحته دي طالع يديني مربع ايه فوق، هنا نازل يديني مربع ايه تحت، بس سهله جدا. طب ارتفاعات المربع كام؟ ارتفاعات المربع يعني انا دلوقتي المربع ده تحت عشان الخط ده كان نازل، الخط ده كله نازل فعشان كده مربع حط تحت. طب ارتفاع المربع كام؟ عشان تحسب ارتفاع المربع لازم تحسب حاجة اسمها السلوب. طب السلوب بنحسبه ازاي؟ السلوب دايما بنقول دلتا واي على دلتا اكس، يعني الارتفاع تعمل مثلث تحت الخط بتاعك كده، اي مثلث تعمل مثلث تحت الخط وتقسم ارتفاع المثلث على عرض المثلث. ارتفاع المثلث كام؟ 8، وعرض المثلث كام؟ من 4 ل 2 يعني 2، فنقسم 8 على 2 يطلع ناتج كام؟ 4. بس عشان المربع تحت هيكون بالسالب، يبقى الارتفاع بتاع المربع كام يا جماعه كده؟ سالب 4. طيب نحسب المربع ده فوق، عايز احسب الارتفاع ازاي؟ المربع ده هو من الخط ده، احسب السلوب بتاع الخط ده. طيب ازاي نحسب السلوب الخط ده؟ نقفل تحت المثلث ونحسب اريا، ادي مثلث اهو هنا، ونحسب الاريا بتاعته. طيب الاريا بتاعت المثلث بتساوي ايه يا جماعه؟ ارتفاع المثلث على عرض المثلث، ارتفاع المثلث 8 والعرض بتاعه 2، يبقى 8 على 2 يديني الاسلوب قيمته كام؟ يطلع الاسلوب 4. خلاص طالما الاسلوب 4 يبقى هاخد، يبقى هقول اذا يبقى ارتفاع المربع 4. عرفنا ازاي نحسب ارتفاعات المربعات بعد الدريفيتيف؟ يبقى الدريفيتيف بيحول المثلثات لمربعات وارتفاعات المربعات من الاسلوب. خلاص بعد ما حسبنا كده ارتفاعات المربعات، المربعات دي بنسميها اف داش، بنسميها ايه يا جماعه؟ اف داش. تمام
بحيث ان اف داش هي الديريفيتيف بتاع الاف، يعني الاف داش تساوي دي اف اوف تي باي دي تي. خلاص تمام. وبعدين ثاني خطوه في x of t مين x of t؟ x of t رسمة ثابتة عبارة عن مربعات بتتكرر بالشكل ده نحو واحد. من وين جبتها؟ دي موجودة في الفورمولا دي أو في السلايدات، شكلها ثابت دايما بنستخدمها في كل المسائل وكل إيه؟ هو مش معطيني إياها في السؤال بس أنا عارف إن أنا بستخدمها. يبقى أي مسألة أي رسمة أي رسمة يدهاني يقول لك تبدأ فورير سيريز لازم أستخدم مين؟ لازم أستخدم الرسمة دي. طيب والرسمه دي المعاملات بتاعتها اكس اوف تي هنسميها اي كي، شكلها معروف. من وين جت دي؟ قلنا دي ثابته، دي حاجه ثابته المعاملات بتاعتها اي كي شكلها كده. طيب وبعدين الخطوه اللي بعد كده، الخطوه الثالثه ان انا بحاول اجيب علاقه بين رسمه الاكس تي والرسمه بتاعت المربعات بتاعت الاتصالات دي. طيب لاحظ حاجه ان المربعات في داش فيها مربعات فوق ومربعات تحت، لكن الاكس دي كلها ايه؟ كلها فوق مفيش تحت، بس انا جبت لهم علاقه خطوات كالاتي، خطوات ثابته. اول حاجه يا جماعه بنعملها يا جماعه بس اجيب ده بريود واحده بس. بريود واحده يعني ايه؟ شكل واحد. احنا قلنا البريود دايما تاخد نص موجه ونص سالب. ادي بريود واحده مربع تحت والسنتر بتاعها يكون الصفر. طيب خدت بريود واحده من اف داش، بعد كده اجيب بريود واحده من الاكس. الاكس ما فيهاش سالب، البريود الواحده هتبقى بس مربع موجب وخلاص. فالمربع الموجب هذا المربع ده اللي عندي صفر، البريود من فيها لفين ماينس فيها لفين. طب من وين عرفت ان دي 2؟ خلي بالك ان هنا في الكتاب كنت كاتبها في 1، من وين عرفت ان في 1 هنا قيمتها 2؟ المربع ده لازم يكون عرضه نفس المربع ده، فالمربع ده عرضه 4، فقسم 4 على 2، قسم 4 على 2 يديني 2، يبقى احط هنا 2 واحط هنا ماينس 2، يبقى في 1 قيمتها كام يا جماعه؟ 2. خلاص دي خطوات ثابته دايما بتتعمل في النوع ده من المسائل. خلاص طيب وبعدين بعد كده ناخد السيجنال اكس دي نعمل لها رايت شيفت، يبقى المربع ده خليه يتحرك يمين، عشان الاثنين دي توصل عند الاربعه محتاج تتحرك خطوتين يمين، يبقى تصير اسمها اكس دي ماينس 2، فالاثنين تروح عند الاربعه والماينس 2 تروح عند الصفر، يبقى المربع من صفر لاربعه وقف بتاعه واحد، فالحته دي هتبقى فاضيه تبقى زيرو ما فيهاش حاجه. الخطوه الثانيه اشيك على الارتفاع، اشيك على اف داش اللي فوق خالص، اعلى نقطه فيها 4 واقل نقطه ماينس 4، يبقى التوتال هايت كام؟ 8، يبقى لازم الفحم يبقى 8، فشو اسوي؟ اضرب ال 1 في 8، يبقى هضرب الاكس كام؟ في 8، يبقى اقول الاكس بعد ما عملت لها شيفت بقى اسمها اكس كام؟ هضربها في 8، خلاص؟ فيصير الارتفاع المربع بدل ما 1 يصير 8، طب هنا الارتفاع كان 0، 0 لما تروح 8 يفضل 0 زي ما هو. خلاص؟ الخطوه اللي بعد كده بنروح نعمل شيفت داون للمربع ده، يعني المربع ارتفاع 8 نعمل له شيفت داون بنص الارتفاع، هنعمل شيفت داون بكام؟ ب 4، يبقى نضيف ماينس 4 على الاكس، ف 8 اكس تي ماينس 2 ماينس 4، خلاص ف 8 تبقى 4 والصفر ينزل تحت 4 يبقى يصير ماينس 4. تقول لي الله ده انت كده خليت الاكس يبقى كده وصلت خليت كده. ايه اللي صار؟ ان شكل الاكس بقى نفس شكل الاكس اللي فوق، اذا نقدر نقول ان الاف داش اللي فوق هي نفسها، هي نفسها مين؟ 8 اكس ماينس 2 ماينس 4 اللي هو المربع. كده جبت علاقه من الاف داش و تعويضات. كل اللي هنعمله هنروح نقول كده، خلينا نسمي معاملات الاف داش، خلينا نسميها دي تي، انا مديها اسم معين. الاف داش المعاملات بتاعتها دي كي، وال8 ده كونستانت ينزل،
والاكس اوف تي المعاملات بتاعتها اسمها ايه؟ كي اللي هي في ستيب 2. وماينس 2 ده يا جماعه بنقول عليه ايه؟ تايم شيفت. بنقول عليه ايه ده؟ تايم شيفت. تايم شيفت يعني معناها ايه؟ دايما التايم شيفت بنحط له اكسبوننشال من وين جت؟ من حاجه اسمها بروبرتيز في التيبل. ولما يكون في رقم مجموع على الاكس على التي داخل الاكس مجموع عليه تايم شيفت. تمام؟ الاشاره اللي قدام الاكس 2 ماينس بحط هنا ماينس التي ثابته والتي ثابته والاوميجا نص ثابته. الرقم 2 ده جبته منين؟ من الشيفت نفسه. يبقى تاني ازاي بحط الشيفت؟ دايما الشيفت بيتحول ل، بس لو الشيفت بالماينس احط على الاي ماينس بعد كده اقول جي جي وكي اوميجا نوت دول ثابتين. كانت الشيفت 2 يبقى احط هنا 2، لو كنت شيفت 3 احط هنا 3، لو كنت 4 احط وهكذا. طيب هتقول لي كده تمام، وبعدين نعمل ايه يا جماعه؟ الخطوه اللي بعد كده ان احنا نعوض step 2 from step 2. يبقى هنزل قيمه اي كي من step 2. تمام؟ اوكي. وبعد كده الاي نزلت والثمانيه كونستنت نزلت. بعد كده هنعوض عن قيمه تي 1. قيمه تي 1 احنا قلنا قيمتها كام هنا في الدرس؟ كانت 3 2. ادي تي 1 عايز 3 2 ادي 2 خلاص. يبقى تي 1 قيمتها 2 والاوميجا نقطه 2 باي على تي. والتي قلنا قيمتها كام؟ 8 من اول خطوه من ستيب 1. يبقى اتنين من اول مطلوب رقم 8 قلنا عليها 8، يبقى 2 بعد 8 تحسب اوميجا. خلاص ارد هنا اعوض بقيمه اوميجا نوت. خلاص كده حسبت الدي كي اللي هي الفاير سيريس كوفيشنت فور اف داش اوف تي ديريفيتيف اوف اف اوف تي. طيب الخطوه اللي بعد كده ان انا اصلا عايز احسب المعاملات بتاعه الاف اوف تي نفسها مش الديريفيتيف بتاعها. فراح اقول طيب هو الاف داش هي الديريفيتيف الاف، فالاف داش المعاملات بتاعتها اسمها دي كي اللي انا كتبتها. الديريفيتيف دايما لما نحول فوريير سيريز بنحط مكان الدي باي دي تي دي كي اوميجا نوت. والاف اوف تي المعاملات بتاعتها اسمها سي كي. هو قال لي اسمها سي كي. طيب يبقى دي باي دي تي تدينا دي كي اوميجا نوت، والاف اوف تي اسمها سي كي، والاف داش اسمها سي كي اللي احنا حسبناه. احنا عايزين نحسب السي كي يا جماعه، فنقول السي كي تساوي ايه؟ دي كي على دي كي اوميجا نوت، يبقى نقسم الدي كي. يبقى هناخد كل قيمه الدي كي دي اللي احنا حسبناها ونقسمها على دي كي اوميجا نوت. خلاص يبقى هنقول 1 على دي كي اوميجا نوت مضروبه في دي كي، 1 على دي كي اوميجا نوت مضروبه في دي كي. دي كي اديني السي كي. هتروح بس تعوض عن قيمة الأوميجا نوت زي ما حسبناها قبل كده وخلاص. على كده الأوميجا نوت بقى على 4، يبقى أنت كده حسبت السي كي. أدي السي كي خلاص خلاص. المطلوب رقم سي في الإكزامبل ده explain by writing a paragraph what is the difference between سي 0 and سي كي. خلاص ده احنا شرحناها قبل كده، قلنا سي 0 معناها دي سي كومبوننت. تمام دي سي كومبوننت يعني معناها الفريكونسي بتاعها أوميجا بصفر، وبنقدر نحسبها directly من ال f of t by dividing the area of f of t under one period by t. But ck represents the Fourier series coefficient all of them كلهم in a closed formula function. واحد يقول لي طيب طالما ck عبارة عن كل ال coefficient بتاعت ال Fourier series ليش c0 نحسبها بروح؟ قال لك لأن أنت c0 هو ممكن نحسبها من ck. أوكي تمام، من القانون بتاع ck يعني احنا بنحسب السي كي بتطلع قانون زي ما حسبناه من شويه اهو. السي كي كده طلعت كلوزد فورمولا بالشكل ده، كلوزد فورمولا كده ادي القانون بتاعها. لو حطيت الكي بصفر هتحسب السي زيرو، بس المشكله لو حطيت الكي بصفر هتلاقي المقام هنا في صفر على صفر عندي عند الترمايد، هتطلع قيمه عند الترمايد فهتضطر تاخد ليميت. يبقى عشان تحسب السي زيرو هتاخد تحسب ليميت الكلام ده لما الكي كلوز تو زيرو. So C0 is limit كده لما going to zero or close to zero. تمام؟ So we can substitute key key equal to zero directly in CK expression to obtain C0 because this will reduce and determine quantity. So should take limit.
فبالتالي الأسهل إن إحنا نحسبها عن طريق إن إحنا نقسم الأريا على بتاعت الـ under one period على الـ T وخلاص على كده. ده الفرق بين الـ C0 والـ C3. تمام يا جماعة؟ بس كده خلصنا إيه؟ assessment 1.